الجازوليه. ايه الاخبار؟ خير الحمد لله، كله كويس. مشرفينا ومنورينا وسعداء جدا بوجودكم معانا في هذه الاجواء الرمضانيه اللي احنا كلنا دايما بنبقى منتظرينها. والحقيقه بما اننا قناه رياضيه فالحقيقه قليل جدا لما بيبقى عندنا مثل هذه الاجواء الرائعه. يعني سعداء جدا بوجودكم معانا، سعداء جدا ان احنا بنسمعكم، سعداء جدا ان احنا بنسمع سيره النبي الحقيقه عليه الصلاة والسلام، وبالتالي دايما بنكون سعداء بوجودكم معانا. ويعني اغاني كتيرة جدا او انشاد، بتسموها انشاد او اغاني بتسموها ايه؟ انشاد. انشاد بنسميه انشاد. اولا عايزينكم تعرفونا، يعني تعرفنا بقى ببقية المجموعة بالكامل الحقيقة، ومين بيعمل ايه ومين بيغني ومين بينشد، انا اسف، ومين بيتكلم، رأيك كده كويس؟ اتفضل. بداية يعني اعرفك بالمايسترو دكتور عمرو حسن. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ منور. والفرقه طبعا المصاحبه ليه، وفرقه الانشاد الجازوليه الانشاد الصوفي. مش عايزين تقولوا لنا اسماء؟ لا اقول لك طبعا. طب قول لنا بدايه كده. استاذ سعيد محمد سالم، اهلا وسهلا. عماد الحضري، جمال فياض. مين ايه؟ حضري إيه؟ عماد الحضري. ماشي يا حضري، ماشي. جمال فياض، حسين سالم، سمير رأفت، احمد عماره، علي بسطويسي، احمد عثمان، اهلا وسهلا، محمد سمير رافت. اهلا وسهلا، منورنا وسعداء جدا بوجودكم معانا. انا بصراحه عجبني الفصله اللي احنا عملناها دي من الرياضه. ايه رايك؟ لا دي فصله جميله ومناسبه للشهر الكريم كمان طبعا. وانا عجبني ان الانشاد بتاعكم ادعيه، عباره عن ان انا سمعته ده دعاء تقريبا، صح؟ دعاء. فحاجه جميله جدا والله، محترمه قوي، ويا ريت في شهر رمضان تبقوا منتشرين جدا الفتره دي ان شاء الله. طب قولوا لنا بس تاسيس الفرقه، متى اسست هذه الفرقه وكان امتى هذا الكلام؟ فرقة الجازولية تأسست في خمسينات القرن الماضي. خمسينات؟ أوكي. وتوارثتها الأجيال بقى، يعني جيل عن جيل عن جيل. يعني حضرتك لو بصيت كده هتلاقي الأعمار مختلفة. أنا شايف لحد الشباب ما شاء الله معاك وصغيرين في السن هنا يعني. والله وفي أصغر وفي أكبر يعني. بس أوكي. طبعاً يعني عشان المكان. المكان ف يعني هم التسعة دول اللي كانوا موجودين معنا النهاردة. لكن الفرقة تقريباً بتضم 20 فرد. طيب انتوا بتكتبوا الانشاد بتاعكم ده، حد منكم اللي بيكتبه ولا دي حاجات من المشهوره، الادعيه المشهوره؟ ده تراث جازولي احنا ورثناه من الفرقه، وبنشتغل عليه وبنطوره بالاساليب الحديثه طبعا مع دكتور عمرو بقى، هو المتخصص في الموضوع ده، بيبتدي عشان يعني يتسمع في عصرنا ده، مش هنسمع الحاجات القديمه. أوكي. لازم نتطور. قصدك على نوع المزيكا يعني، الناي والكمانجا طبعا طبعا، ونوت بتتكتب وتوزيعات وشغل، قصه كبيره، شغل كبير. انتوا الاساس معاكم العود طبعا. ها العود هو اساس الانشاد تقريبا. طبعًا. مع الضفوف مش كده؟ طبعا.
بس انا شايف ضفوف فيكم النهارده. لا المره الجايه بقى ان شاء الله باذن الله يبقى الفرقه كامله باذن الله. لا بس اصل الضفوف دي بتدي ايقاع جامد جدا للحاجات دي. هنعمل احنا بنعمل كده ويبقى هو الضفوف بتاعتهم. طيب هتسمعونا ايه تاني النهارده؟ ان شاء الله نسمع يا ابو ابراهيم ناظر. احنا عايزين نسمعكم اكتر الحقيقه، او الناس يعني جمهور الاهلي عايز يسمعكم اكتر الحقيقه. اتفضل. احنا جاهزين ان شاء الله.
شغل شغل جامد جدا بسم الله ما شاء الله. الجازوليه يعني ايه؟ انا محتاج افهم برضه. الجازوليه هي متاخده نسبه من الامام الجازولي واتسمت الفرقه الامام الجازولي. الامام الجازولي طيب انتوا بتسافروا بره اعتقد وليكم حاجات بره مصر كتير، كلمونا في هذه. احنا مثلنا مصر ثلاث مرات، مره في سالزبورج في النمسا، وده كان يعتبر اكبر مهرجان للموسيقى الروحيه. عملنا هناك ثلاث حفلات وده بيحضره تقريبا كل رؤساء المهرجانات على مستوى العالم كله. منه خرجنا على روسيا في 2015 باسم مصر. باسم مصر اوكي. منه خرجنا على روسيا 2015 في يكترنبرغ وياروسلافل في 2016 روسيا برضو. وعملنا حفلات هناك والحمد لله كان ليها صدى كبير، وكان في مشاريع تانية بس توقفت بسبب بقى الكورونا والحرب. انا ملاحظ ان انتوا كمان يعني الاغاني اللي انتوا بتقولوها في سكه الغنى الانشاد وكل حاجه، بس دخول المزيكا معاكم اللحن طبعا مشهور ومعروف، بس في توزيع في شكل من العود والكمانجا والناي تحديدا يا عبد الرحمن مغيرين الشكل خالص. تقول لي كنا وديناه قناه يعني. لا اصل انا بحب المزيكا عموما، بحب الانشاد جدا فعلا. جدا اوكي. وهم كمان عاملين شكل مختلف، يعني هي الاغاني الانشاد معروفه ومشهوره والمزيكا يعني مميزه جدا، بس هم مغيرين شكل المزيكا بتاعت الانشاد، يعني اللحن ثابت. هو ده شغل الدكتور عمرو، وده اللي بنعمله ان احنا نبقى مختلفين، بنقدم نفس الانشاد اللي بيتقال من زمن الزمن ولكن بطريقه مختلفه، طريقه جديده يقدر كل الناس تستوعبها وتستصيغها، طريقه جديده في الموسيقى، في الاخراج كله بقى، يعني اخراج الانشوده كلها مشروع نفسه تبقى مختلفه، رغم انها نفس اللحن اللي بنسمعه من زمان، ولكن طريقه الاخراج بقى دي بتبقى تبع الدكتور عمرو، يبتدي بقى يصيغها بطريقه مختلفه بحيث ان يبقى في بيعملها ازاي، بتفكر فيها ازاي يا دكتور عمرو مثل هذه الامور، يعني كيفيه اخراج الامر بهذا الشكل، يعني لو تقدر تقول لنا اي حد ممكن يرد علينا يعني. طيب ماشي. هو الفكره كلها ان احنا بنبتدي نشتغل على الانشوده، لحنها موجود وكلماتها ثابته، بنبتدي ازاي نخرجها بشكل مختلف وشكل جديد، ازاي هندخل الالات وتوزيع الالات وادوارها جوه المزيكا نفسها. فده بقى بيحتاج حد متخصص زي دكتور عمرو، هو اللي يبتدي يعمل الكلام ده. طيب انتوا حفلاتكم في مصر اماكنكم فين؟ بتبقوا شغالين امتى؟ اميز الحفلات بتاعتكم في مصر اماكنها فين ووقتها بيبقى امتى؟ بص، هو احنا يعني بنعمل تقريبا حفله كل شهر في مسارح الدوله، يعني عشان ما اقولش اسماء وكده والاعلانات مش مشكله عادي. ولكن في المسارح بتاعت الدوله الكبيره بنعمل حفله كل شهر. احنا لينا كمان اجتماع اسبوعي بنتدرب، بنراجع على القصايد في المناسبات المشهوره، طب مولد النبي، السنه الهجريه، الكلام ده اكيد طبعا بيبقى لينا دور وبيبقى لينا حفلات كمان في المناسبات الوطنيه، يعني احنا مش بعيد عن اي حدث بيحصل في الدنيا. في الدنيا ايه الجديد بقى في الدنيا اليومين دول؟ تاني عايزين نسمع حاجه تانية. نسمع حاجه كده اسمها ذكر كانور. اسمها ايه؟ ذكر كانور. ذكر كانور اتفضل. ذكرك نور
حاجة جميلة جدا، برافو عليكم. أنا أكتر حاجة عارف بتعجبني في الإنشاد إيه؟ التوناليتي بتاعكم أو الطلوع والنزول مع بعض والالتزام إن مفيش نشاز، والكلام ده على فكرة صعب في الطرب العادي. مايسترو عبد الرحمن نجي. ده شغل مايسترو بقى بصراحة. لا لا صعب جدا، صعب جدا. أنتوا كلكم بتتكلموا نفس النفس تقريبا، يعني أنا بشوف في المطربين العاديين بيحصل نشاز بين الفرقة وبعضيها، هنا مستحيل. في نظام غريب. ما شاء الله يعني. بص هو حضرتك الموضوع كله عامل زي فرقة الكورة، تتجمع تتدرب عشان تأدي في الملعب كويس. فإحنا نفس الكلام، تدريب حفظ كويس روح حلوة هتلاقي الإنشاد طالع كويس. ما شاء الله عليك. ده إنشاد لو ما طلعش من القلب مش هيوصل للقلب. ما شاء الله عليكم الحقيقة. أستاذ سمير برضو عايز أسألك في يعني أنتوا اتكلمتوا عن الأعمار مختلفة، هل بتعتمدوا على الإنشاد الجماعي؟ يعني كنا لسه بنتكلم في هذا الأمر، ولكن هل في إنشاد فردي ولا لا؟ هو موجود حضرتك برضو بالنسبة للإنشاد الفردي، يعني برضو كل فرد من أفراد المجموعة تقريبا نسبة 90% منهم يعني بيستطيع أن هو ينشد لوحده فردي. لا بيطلب لوحده ولا حسب حضرتك برضو. حسب حسب الـ في يعني نوعية حفلة الفوكال سينجل وفي اللي هو زيهم هم كده، هم دلوقتي ده مش سينجل ده جروب كده. يعني هو حضرتك يعني حسب الـ 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 حالة الحفلة اللي احنا فيها. في حفلات احنا قدمنا فيها منشدين فرديين قدموا لكل واحد قصيدة لوحده، بس انا بشوف انه الجماعية في الانشاد افضل كتير من وجهة نظري، معرفش دي حقيقة. هو طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان الصعوبة ان الكل يقول نفس التفصيلة ابو احلى، يعني انا بالنسبة لي ما بتفرجش على انشاد بالزبط. يعني انا لو لقيت حد واحد لوحده مش هغير، لكن لما بلاقي مجموعة قاعدة وحد قاعد بيعمل وظبطتها صعبة قوي، ظبطت ان انتوا كلكم نفس الكلمة في نفس الوقت بتعلوا مع بعض وتوتوا مع بعض. دي راجع برضو فعلا للتدريب، لان هو يعني فعلا المايسترو يعني في التدريب بيعرف كل واحد التفصيلة اللي احنا بنقولها فبحيث ان النغمه تطلع مظبوطه مع يعني كولر بيمشي لكم. دي حقيقه. هو كولر بتاعكم، كولر بتاعكم ممشي الدنيا كويس الحمد لله. طب سلام حفيظ فين برضو عشان نبقى عارفين دي الكوره بتاعكم دي الكوره بتاعكم. طيب اللي ماسك الاداريات عندهم هو ده سيد عبد الحفيظ برضو اكيد، عندهم مدير اداري هو اللي بينظم لهم الحفلات والكلام ده. اكيد اكيد. هتسمعونا ايه تاني برضو ان شاء الله؟ هنسمع صلى عليك الله. اتفضل. هذا رسول الله، هذا كريم.
المفروض الناس اللي في الاستوديو كلها تسقف يا جماعه، انتوا الناس كلها مستمعين ولا مستمتعين؟ مستمتعين. طب سقف، انتوا قاعدين كده و... لا يا راجل، لا برافو عليكم. عندي سؤال بقى، يعني كان نفسي يبقى ما عندي فرقه انشاد برضه عشان اساله. انتوا بتختاروا الاصوات اللي طبقه واحده دي ازاي يا جماعه؟ برضه يعني لا كلهم طبقه واحده برضه. بصوا، هو الفكره كلها يعني بيبتدي المايسترو يشوف اللي عنده الموهبه اللي صوته حلو، وبيبتدي يركب الاصوات جنب بعض، عشان كده في الاخر تسمع صوت واحد. بالظبط، لو سمعت كل واحد لوحده هتلاقي الموضوع كل واحد وليه نبره صوته وكل واحد مختلف. لكن الحفظ تدريب كله يطلع حاجه واحده، يعني مش كل الاصوات بنفس القوه اللي احنا سامعينها دي، كل واحد ليه صوته، بس انتوا بتطلعوا في نفس الطلعه مع بعض تبقوا اقوياء قوي كده. طبعا هي جماعيه. لا ما شاء الله عليكم حقيقه يا جماعه. في النمسا، ارجع مره ثانيه للحفله بتاعه النمسا، كان كام فرقه مشاركه معاكم وانتوا ترتيبكم كان كام؟ بص، هو تقريبا المهرجان بيقعد شهر شغال. احنا خدنا ثلاث حفلات، اشتغلنا اول حفله لوحدينا، تاني حفله عملناها بمصاحبه فرقه نمساويه، الفرقه الوطنيه هناك، ودي كانت عمل مزيج ما بيننا وما بينهم. وثالث فرقه كان معانا العازف فرانك شتادلر، ده عازف كمان يعتبر نمره واحد هناك في النمسا. طيب انتوا نوعيه الحفلات دي بتبقى الفرقتين انشاد ديني ولا هم بينشدوا بشكل مختلف عنكم او بيبقى؟ لا، هم فرقه كورال بيقدموا حاجه دينيه برضه، وكان مزيج ما بين العمل العربي او اللغه العربيه مع اللغه الالمانيه، والمزيكا كانت غربي على شرقي برضه. مزيكا برضه ده حلو قوي. هناك تعبنيش بقى انت، ما ايه روح تيجي تنورنا. لا والله استفساراتي كلها اصلا، نفسي احضر شو يبقى غربي على شرقي. انت عارف كانت الحلقه دي ناقصه مين؟ ابويا طبعا احمد ناجي. طبعا كابتن احمد ناجي لو كان جه كان هيبقى الموضوع. لكن عموما تمام يعني، احنا وقتنا طبعا انتهى، لكن عايز اسمع الجمال المكي. انا عارف ان دي حاجه من الحاجات المميزه قوي ليكم، فخلينا نسمع خير ختام لهذا لهذه الحلقه او لهذه الفقره، الجمال المكي. Oh,
جدا والله استمتعنا بيكم قوي يعني انتم ممتعين الحقيقه يا جماعه يعني احنا عايزين ناخد ساعتين ثلاثه كمان بس الناس عايزه تتسحر الحقيقه يعني فعلا الناس اكيد انتوا عايزين تتسحروا وكل جمهور النادي الاهلي بيشكركم على تواجدكم النهارده معانا في هذه الحلقه المميزه شكرا جزيلا لفرقه الجازوليه انا بشكركم شكرا جزيلا على تواجدكم معانا شكرا لحضرتك شكرا جزيلا لحضراتكم عبد الرحمن يعني حلقه مميزه وحلقه مختلفه طلعنا بره الخروج بره الرياضه في وقت رمضان دوت وقبل الماتشات اللي احنا داخلين عليها ده كان مهم جدا قبل ماتش منتخب مصر وقبل الماتش الاهلي وبتاع ده كان شيء مهم جدا مع ناس جمال زي دي يعني الحقيقه اتشرفت ان انا كنت معاكم النهارده صراحه ربنا يبارك فيك سعداء جدا بتواجدكم معانا وان شاء الله تتكرر هذه الحلقات مرات ومرات ان شاء الله عموما كانت هذه هي نهايه الحلقه انا بشكرك جدا يا عبد الرحمن على تواجدك معانا النهارده وكالعاده دائما متالق يعني. انا اللي بشكر حضرتك ويعني فعلا حلقه مميزه قوي والاميز فيها فعلا غير وجود حضرتك طبعا الفرقه الجميله دي يعني استمتعت بيهم قوي بصراحه كلنا استمتعنا بهذه الفرقه الرائعه فرقه الجازوليه لكن في النهايه هنرجع مره اخرى لكره القدم لانها هذه هي حياتنا حياتنا كلها دايما بتبقى في كره القدم هننتظر الايام القادمه بكره عندنا مباراه مهمه جدا جدا لمنتخب مصر في تمام الساعه 3 ظهرا كلنا هنتفرج على هذه المباراه وان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراه المهمه جدا 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 امام منتخب ملاوي هنعدي بكره ان شاء الله تبقى كلها خير نبتدي بقى نفكر في يوم السبت القادم وإيه اللي هيحصل يوم السبت القادم إن شاء الله مش عايزين نركز مع أي حد أنا يمكن ما أظهرش مع حضراتكم غير بعد يوم السبت فأنا مش عايزين نركز مع حد عايزين نركز في الملعب فقط إن شاء الله في 11 راجل يلعبوا
اي 11 اسم يختارهم كولر في هذه المباراه ان شاء الله يستطيعوا ان يسعدوا 50,000 مش 50,000 بس 80 مليون اهلاوي ان شاء الله هيكونوا بيتفرجوا على هذه المباراه. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه المهمه جدا 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 يوم السبت القادم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وان شاء الله كالعاده غدا حلقه جديده من الاهلي في رمضان.